نروح مع حضراتكم دلوقتي لموضوع تاني، وقصة انه معظم الاندية بقى عندها اتجاه لانشاء فريق لكرة القدم للمفتورين، زي نادي بيراميدز مثلا عنده فريق، والزمالك كمان هينشئ فريق لكرة القدم للمفتورين. ده غير انه عندنا منتخب للمفتورين شارك بالفعل في بطولة افريقيا، وفي توقعات كمان بتقول انه الفيفا بدأت انها تشترط انه الفريق يتكون من 7 لعيبة، 6 في الملعب وحارس مرمى، وفي اعتقد يعني شروط معينة يمكن انه اللاعبين كلهم يكونوا بقدم واحدة وحارس المرمى يكون بذراع واحد. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل دلوقتي. نرحب على التليفون معنا بكابتن سيف سلامة، كابتن منتخب مصر للمبتورين. صباح الخير على حضرتك يا كابتن، وفي البداية عايزين نعرف من حضرتك ليه هذا الاتجاه، ليه يتم انشاء اندية للمبتورين، وايه هي اصلا الخطوات المتبعه والاجراءات المتبعه لانشاء هذه يعني نوعيه من الانديه؟ اولا بصبح على حضرتك وبصبح على الاستاذ محمد، على الاستاذ محمد وبصبح على الناس كلها. اولا ليه الاتجاه دون؟ الاتجاه دون ليه؟ لان اللعبه دي بقى لها 25 سنه او 30 سنه مبتديه بره مصر. في بلاد كتير قوي سبقانه. احنا لما اكتشفنا ان وجود اللعبه دي من 6 سنين او من 7 سنين غيرنا على بلدنا، بلدنا كبيره، مصر كبيرة، وخصوصا كبيرة في لعبة كرة القدم. عندنا أكبر نادي في القارة كلها هو نادي الأهلي، وعندنا أندية كبيرة زي نادي الزمالك، نادي بيراميدز، نادي الإسماعيلي، طبعا حدث ولا حرج. فمصر عندها باع كبير جدا في كرة القدم تحديدا. طبعا لو هنتكلم على ذو القدرات، احنا الحمد لله بنعيش عصر رخو جدا في ظل الرئاسة، لأن هي فتحت المجالات قدامنا كتير. احنا عندنا مبدعين في المجال ذو القدرات كتيره جدا، امثله كتيره جدا، وخصوصا في المجال الرياضي. لعبتنا ليها شروط معينه وليها حاجه، يعني ليها زي ما حضرتك تطرقتي للموضوع، ليها شروط معينه. اللاعب لازم يكون عنده بث احد الفاقين، والحارس لازم يكون عنده يعني مش هنقول مشكله، هي اعاقه في نفس الذراعين، في احد الذراعين. لعبتنا ما بتخضعش للتسلل، بتتكون من عدد معين وهم 6 لعيبة وحارس مرمى. اللعبة بقى لها كتير في مصر. طيب هل عندنا محترفين فيها يا كابتن؟ طبعا عندنا كابتن محمود عبده، وهو المؤسس، هو صاحب البداية وهو المؤسس، وبيحترف في نادي ازمير التركي حاليا، وهو ترتيبه الثالث في الدوري. والحمد لله كابتن محمود مشرفنا تشريف كويس جدا 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 بره في الدوري التركي، وثابت وجود اللاعب المصري. احنا لما قلنا عايزين دوري، قلنا عايزين دوري عشان احنا رحنا بدون اي تجربه محليه او تجربه دوليه. احنا اعتمدنا على اسم مصر، لان اسم مصر بيخوف بلاد كتير، مش هنقول بيخوف، اسم مصر ليها باع كبير في كذا اتجاه. رحنا بدون اي تجربه، والحمد لله قدرنا نجيب 7 من 16، والحمد لله انا حصلت على افضل حارس. طيب. في امم افريقيا الاخيره. كابتن سيف، كنت عايز اسال حضرتك، هل في تجهيزات معينه للعيبه اللي بتكون موجوده عشان تشارك؟ تجهيزات معينه للملاعب في هذه اللعبه اثناء المباراه مثلا، الاعداد ليها؟ لا، هو التجهيزات عامه، هو الملعب طبعا ابعاده بتختلف، لان الملعب يعني سباعي مش 11. الملعب مش هنقول يعني مش هنقول شروط معينه في اللاعب. هو الشروط لازم تكون طبعا حبه لكره القدم هو اللي بيعلي موهبته. احنا مش محددين احنا عايزين ايه في اللاعب بالظبط. احنا بيجي لنا حالات كتير. دي الرياضه طبعا احنا عارفين ان هي بتقدم رسائل انسانيه وبتتيح الفرص لناس كتير. طبعا في مجال ذو القدرات يعني بتعيد حياه لناس كتير قوي، اللي اتصاب في حادث او اللي اتصاب في ايا كان، فحتى في يعني هي بتفتح مجالات كتير لناس كتير، وبتفتح حياه جديده لناس. صحيح. كتير كانت الحياه وقفت عندها قدام الحادث او قدام الاعاقه. بيجي لنا ناس طبعا بنفس المنتاليتي دي، احنا بنحاول ناهلها نفسيا، لكن اللي بيبقى مولود طبعا الحمد لله عنده الاعاقه دي بيبقى عنده المنتاليتي دي، بيبقى عنده روح المنافسه. صحيح. وروح اكتشاف مهارات ذوي الاحتياجات الخاصه، واعطائهم كل الحقوق الكامله، وانهم يعيشوا وياخدوا فرصتهم وفرص تكون متكافئه مع الاخرين، ده شيء مهم جدا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن سيف سلامه، كابتن منتخب مصر للمفتورين، على وجودك معانا دلوقتي.